المتابعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المكتبه المهريه الذي نسلط فيه الضوء على مراجع ومصادر وكتب من المكتبه المهريه. كتاب اليوم هو كتاب المهره الارض والسكان لمؤلفه علي سعيد بكريت من ابناء مديريه صيحوت. وقد ظهر الكتاب مطبوعا في العام 1999 ميلادي ضمن منشورات جامعة عدن في 105 صفحات من القطع المتوسط قسم المؤلف كتابه هذا إلى أحد عشر فصلا تحدث في الأول عن المهرة عن المهرة الجغرافيا والسكان من حيث التضاريس وأهم المدن وأشهر المواقع والأودية وتكلم في الفصل الثاني على المهره في التاريخ القديم والاسلامي وخصص الفصل الثالث للمهره في التاريخ الحديث والمعاصر مركزا فيه على سلطنه ال عفرار واما الفصل الرابع فكان لطوائف المجتمع المهري من ساده واشراف ومشائخ وقبائل وغيرها وكان الخامس لمهن واعمال سكان المهره وذكر منها المؤلف الاصطياد والزراعه والملاحه البحريه واما الفصل السادس فتحدث فيه عن القبائل الرئيسيه في المهره وفروعها وتكلم الفصل السابع عن القانون العرفي لدى اهل المهره ومنه الصلح والتطروب وشروطهما والسوالف من خفير الامان والربيع والربيع النزيل في مسكن القبيله والحشامه والنقاء ونظام الحلفاء واشكاله وشروطه وخصص الفصل الثامن للصفات والعادات والتقاليد فتحدث المؤلف عن صفات المهري من كرم وشجاعه وعمله ولباسه كما تحدث عن عمل المراه ولباسها ونظام زواجها ليدخل بعد ذلك في الزواج واحتفالاته مفصلا في مرحله ما قبل الزواج مثل السداد فتحديد الموعد فالغطاء فالمراسيم فالصبحه ولم يفت المؤلف ان يخصص مساحه للرقص الشعبي وانواعه ومناسباته وما يرافق ذلك من زوامل وداندان ذاكرا امثله شعريه لكل نوع ومناسبه. كما لم يفته الحديث عن تقاليد الختان قديما وتقاليد الوفاه وعادات الاعياد والزيارات وساق الفصل التاسع نماذج من الشعر الشعبي في المهره مع ذكر عدد من اشهر الشعراء ولعل في مقدمتهم الراحلين علوي بن علي واحمد برماده اما الفصل العاشر فحوى صورا من المهره وكان الحادي عشر لوثائق مهمه تمنياتنا لكم بقراءه ماتعه للكتاب والملتقى معكم في حلقه جديده من برنامج المكتبه المهريه الى ذلك الوقت نستودعكم الله وفي امان الله